الشعائر لها دوران ضمن ما لها من الأدوار. الدور الأول دور الحماية، والدور الثاني دور الهداية، كيف نحفظ الفرد ونحفظ الجماعة ونحفظ الأمة من خطر الذوبان؟ هذا الخطر، خطر الذوبان، خطر كبير. الفرد يذوب في المجتمع، التجمع يذوب في الأمة، الأمة تذوب في الحضارات العالمية. هذا الخطر خطر جدي وقائم على مر الدهور. الشعائر الحسية لها دور كبير في الحماية من هذا الخطر الكبير. الآن لماذا تجدون في دنيا الغرب تأكيد شديد على النشارات الدينية يجب أن تمحى؟ ولعل هذا الأمر بالنتيجة يعود إلى تخطيط اليهودية العالمية. حجاب يجب أن لا يكون. ليش؟ الحجاب شعيرة من الشعائر الدينية. هذه المرأة التي تعيش في المجتمع الغربي كيف تحفظ إيمانها؟ الحجاب يحفظ إيمانها، المسجد يحفظ إيمانها، الحسينية تحفظ إيمانها، الأذان يحفظ إيمانها، صلاة الجماعة تحفظ إيمانها، الشعائر الحسينية تحفظ إيمانها. إذا المرأة خلعت حجابها وهذه الشعيرة انتهت، هذا معناه أن هذه المرأة انتهت. عادة المرأة اللي تخلع حجابها يعني راحت. البعث في العراق ليش كان يحارب المساجد والحسينيات ويحارب العمام؟ لأنه الفرد الذي يذهب إلى المسجد ويذهب إلى الحسينية هذه تمثل حماية لدينه. أما في يوم من الأيام إذا الفرد انقطع بعد ما ذهب إلى المسجد وما ذهب إلى الحسينية، شوية شوية يذوب وينتهي دينه وإيمانه.